عرف بمخترع القرن العشرين ومات فقيراً مديوناً. من هو نيكولا تسلا؟ مرحباً بمشاهدي أرقام، يسعدنا متابعتكم والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. لقب بطفل الظلام من قبل أهل قريته لتزامن لحظة ميلاده مع عاصفة رعدية، إلى أن أمه رفضت هذا اللقب وأطلقت عليه طفل النور. والغريب أن حياته جمعت بين النور والظلام، فأضاء العالم باختراعاته، لكنه كان سيء الحظ ومات فقيرا ومديونا وغامضا. إنه مخترع القرن العشرين نيكولا تسلا. تسلا الذي تعود جذوره لعائلة صربية، ولد عام 1856 في قرية سميلجان التي كانت جزءا من الإمبراطورية النمساوية، وهاجر إلى أمريكا وحصل على الجنسية الأمريكية. كان تسلا في سن مبكر طفلا يمتلك عقلا خارقا، يجري الحسابات المعقدة في رأسه ويحفظ الكتب كاملة، يتحدث 8 لغات مختلفة وينام ساعتين فقط، ما جعل البعض يفسر ذلك لزيادة في نشاط عقله. عندما كان طالبا يدرس الهندسة الكهربائية بجامعة جراتس بالنمسا، اهتم بإصلاح عيوب شبكة الكهرباء بنظام التيار المباشر المعروف بانقطاعات متكررة ويتسبب بحرائق، وحاجته لتثبيت مولد كهربائي كل 2 كيلومترين لوصول الكهرباء لمسافات أطول. وفي عام 1881 انتقل للعمل بشركة هواتف في بودابست، لتأتيه فكرة تصميم محرك يستخدم تيارين متناوبين يعالج تلك العيوب. فأرسله مديره بالعمل تشارلز باتشلر إلى نيويورك بخطاب ترشيح للعمل مع المخترع الأمريكي الشهير توماس إديسون. وفي عام 1884 وصل تسلا لإديسون ولم يكن معه سوى 4 سنتات، ليعينه إديسون بشركته جنرال إلكتريك، وأوكل له مهمة تحسين نظام التيار المباشر لإنارة مدينة نيويورك. تسلا عرض على إديسون فكرة التيار المتردد الذي يرسل الطاقة في اتجاهات مختلفة، تسمح بوصول الكهرباء بكفاءة وأمان لمسافات أطول، لكن إديسون اعتبره حلاً غير عملي ومكلف جداً، وطلب منه تحسين شبكة التيار المباشر ووعده بمكافأة قدرها $50,000. لينجح تسلا بعد أشهر قليلة في تحسينها ويطلب مكافأته، إلى أن إديسون سخر منه بحجة أنها مجرد مزحة وأنه لا يفهم حس الفكاهة الأمريكي. ووعده إديسون بزيادة طفيفة لراتبه بنحو 10 دولارات أسبوعيا، ما جعل تسلا يشعر بالإهانة ويترك عمله محبطا. بعدها قرر تسلا تصميم محرك التيار المتردد من ماله الخاص، فتنقل من وظيفة لأخرى، لدرجة أنه عمل في حفر الخنادق للحصول على المال. وفي عام 1888 حصل على براءة اختراع محرك التيار المتردد الذي آمن رجل الأعمال جورج ويستنغهاوس بأهميته، وأقنع تسلا ببيع محرك التيار المتردد لشركته ويستنغهاوس إلكتريك مقابل $60,000 لينافس به نظام التيار المباشر الخاص بإديسون. لتبدأ هنا ما يطلق عليها حرب التيارات. وبعام 1893 حسمت هذه الحرب لصالح التيار المتردد، عندما نجح تسلا مع شركة ويستنغهاوس إلكتريك بعقد لتزويد المعرض الدولي بشيكاغو بالكهرباء. وفي عام 1896 قام تسلا مع شركة ويستنغهاوس إلكتريك ببناء مولدات تيار متردد لصالح أول محطة توليد للطاقة الكهرومائية عند شلالات نياجرا. ونجح بعدها تسلا في تصميم مولدات عملاقة بطاقة 5000 حصان أنارت مدينة نيويورك بالكامل، وكانت بداية لإنارة العالم كله. تسلا لديه أكثر من 300 براءة اختراع، ومن أهم ما ساهمت به ظهور المحركات الكهربائية التي أضاءت العالم، والراديو الذي نقل لنا الأخبار وطور شبكة الاتصالات اللاسلكية العالمية، وأجهزة التحكم عن بعد التي أدت لاختراع الطائرات بدون طيار، والتصوير بالأشعة السينية التي مكنت من تصوير الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان. فهذه الاختراعات لم نكن لنعلم عنها شيئا لولا إسهاماته، لكن لسوء حظ
تسلا نسبت معظم اختراعاته لغيره. على سبيل المثال، في عام 1891 اخترع جهازا يسمى لفائف تسلا، ينتج كهرباء ذات جهد عال تبدو عند تشغيله كالبرق في السماء، وقادر على إرسال إشارات راديو قوية. فكان تسلا يستعد لتجربة بث أول إشارة إذاعية منها، لكن بعام 1895 دمر حريق معمله، ولم يتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع للراديو إلا بعد عامين. وكان العالم الإيطالي جوليلمو ماركوني سبقه بحصوله على براءة الاختراع بدعم من إديسون. وبعام 1895 نسب أيضا للعالم الألماني رونتجن اختراع الأشعة السينية المستخدمة في الكشف عن الأجزاء الداخلية بجسم الإنسان وخاصة العظام، بينما كان يعمل تسلا على تطويرها أيضا قبل أن يدمر الحريق تجاربه. وفي عام 1901 كان تسلا يعمل على بناء شبكة عالمية لنقل الاتصالات لاسلكيا يحكمها برج عملاق يعرف باسم ووردن كلاف، بتمويل من بنك جي بي مورغان بنحو 150 ألف دولار لبنائه، لكن احتاج أموالا أكثر. في حين نجح ماركوني في اختراع جهاز خاص يمكن من إرسال أول إشارة لاسلكية من إنجلترا إلى مقاطعة نيوفاوندلاند بكندا، فاتجه إليه التمويل وأفلس تسلا وفكك البرج وباعه لسداد ديونه. الأغرب من ذلك كان يقول إنه يتلقى رسائل من كائنات فضائية، كما أنه يطور شعاع الموت قادر على تدمير أي شيء على بعد 322 كيلومتر، إلى أن تسلا توفي عام 1943 في غرفة فندق نيويوركر في أمريكا قبل الكشف عن أسراره، ولم يكن يملك ثمن سداد إيجارها.